مش فصام يعني مش من نوع الاشخاص اللي بي يعني بي خجول يعني ما نحكيش على حالي ما نحكيش على روحي ياسر. اذا اذا سالتني نجاوبك اذا ما سالتنيش ما عنديش يعني المبادره في الحديث. اوكي ما عندك المبادره انا لازم اسالك يعني ايه. طب كيف تقتنع بيك يعني ان صار في مشاكل بالعائله صار في كونفلي يعني صار في تعصيب صار في اي شيء بالعائله او مش الحال بعدين برواء كيف صارت برواء يعني من الاول في الاول ما يعني ما قبلش يعني ما كان قابل اني اجي شارك في البروجرام لكن يعني امي حكيت معه وكلموه يعني البروجرام يعني المونتاج واقنعوا يعني بدك ابنك يصير مثل هيك و يعني شاب وحيد من تونس وعنده حضور بون قبل يعني هو حتى كان يعني ممكن هو يتفرج فيها توك يعني بقول حاجه لاول مره يعني ديزولي لكن حتى هو حتى كان هو ما قبلش يعني اني اجي انا نجي السراج كنت باش يعني حط دبشي حوايجي ونسافر يعني مستعد اني ضحي مقابل حلمي يعني كنت مستعد تكسر له كلمته وتجي لو شو ما صار امك معك ما كان في معها هيدا الصراع شوي شوي انا امي يعني مآمنة بحضوري يعني الاخيره بدك تقول له شيء لبيك اليوم بيسير قله ان شاء الله نكون شرفته وان شاء الله يكون فرحان انه يعني ماهوش نادم يعني من داخل انه يخليني نجي وان شاء الله حتى كي نرجع معناها بعد نروح تونس ان شاء الله نقرا على روحي ويعني ناخذ الباك ون يعني نبرهن اني قادر اني نوفق بين الاثنين وشكرا لانه خلاني نحقق حلمي. ذكرت لحظاتي مع اصحابي اوقاتنا اصحابي منذ الصغر يعني حسيت انك فقدتهم لانه انت رسبت لانه تشيرو دوبلون يعني خلاص فيني مش حتى اصحابي يعني في اختي كمان كنت اقرب انسانه لي اختي الكبيره و يعني تزوجت و يعني ما لقيتش حد قريب مني فراغ اصحاب راحوا اختي تزوجت بتعيش حياتها يعني حتى وقص يعني ذكريات طفوله الكل معاها اقرب انسان لي في الدنيا اختك الصغيره منك قريب منها انت ما بحبها كثير لكن يعني هي بتشبهني يعني كثير يعني حتى في الشخصيه يعني لكن ما عشتش معها كما عشت مع اختي الكبيره يعني اختي الكبيره كانت اقرب انسان وعشنا مع بعض حكيت يعني مستحيل انساها هالفراغ يعني فجاه اجى انه فجاه ايه انه اختك تجوزت وجيت لهون على ستار اكاديمي واصحابك يعني هيدا الفراغ اللي حسيت فيه بس انت كنت مستعد تجي يعني كنت مستعد تضب غراضك وتجي رغم كل شيء بيان سور يعني والحمد لله يعني الفراغ يعني مش مأثر علي مأثر بيني وبين نفسي لكن مش ممكن يأثر على معناها تفاعلي في يعني في الصفوف ولا في الإيفال أو في أدائي في البرايم لأني أنا ممكن حتى ستار أكاديمي كطريق يعني ممكن أوصل به لأصدقائي اللي خسرتهم يعني يعني بشوفوني يعني على 24 بيتابعوني في كل برايم يعني بحب ضل نسيم اللي يعرفوه مش لا اكثر لا اقل يخذلوني الناس شو حس
لما اخذل الناس شو الناس يحسوا. سو لما انا خذلت الناس حسيت بنفس احساسهم يعني. ظليت زعلان من حالي بس. ما في اشياء معلش. شو اللي بيخليك تتصالح مع حالك؟ الغنى. بنسى. يعني لدرجة بنسى يعني مين سمين انا. ممكن بنسى عن جد. معقدة الاشياء. معقدة جدا. لا الاشياء مانا معقدة. انت عم بتعقدها. ممكن ما فهمش تفسير يعني. لا انا فهمت. انا انت ما اذا بتعطيني تفسير بينما اذا بتخبرني قصة ممكن تفسر كلها. يعني اذا في الا شخص انا خذلت بي خذلت صديقي خذلت حدا اعطيني ما تعمل صديقي اخواتي جيراني عائلتي. لا مش ممكن. ممكن شو الشيء الخطا يلي بيفكروا عنك ومنك هيك انت يعني كل مره يعني بعطي ثقتي في حد يطلع خطا. ما بعرف اختار الاشخاص اللي بقترب منهم. بس ممكن الخطا فيك انت انه بتثق في حدا ممكن. وتفتح مجال لحد يتقرب منك. لا انا بتقرب من عباد الكل. لكن بعد تلقى عباد تحكي عليك تلقى عباد ما تحبكش وما تحبكش وتعمل روحها تحبك يعني. هذا الشيء اللي هذا شيء طبيعي فيه. طب ما ممكن انت برضو تكون شايف انت الحاجة دي من وجهة نظرك. ممكن الناس دي تكون فعلا بتحبك بس مش قادر تعبر لك عن حبك. هو يعني ولا انا يعني حساس اكثر من اللزوم. ما ممكن يعني بتأثر من كل شيء يعني. كل شيء نعتبره كارثة وكل شيء نعتبره يعني خلاص ما في بعده شيء. قلن لكل واحد انت هيك انت هيك. يلا قلن يعني انت بتحبني انت. لا انت بتحبني. ايه ايه. لا ما بصير هيك. ليش ما بصير؟ ما انت قلت انك بتحس. بالعكس ممكن شخص على السريع على السريع عشان دفع على السريع قلن. ممكن شخص ما يكونش بيحبك ويحبك عشان. طب انا بحبك عشان شافك من جواك انت. ايه لا لا عادي انت. عادي عادي. خطأ أو لا؟ خطأ أو لا؟ لا صح عادي. عادي. لا مش يعني نظرتي عادي. نظرتك عادي يعني لا بتحبيني أو بتكرهيني. ما بتعرفينا أصلاً يمكن منيح. ما بنسيني. كيف بدك تحبيني؟ ما عرفت شيء عني. ما عشتي معي. ما أنا هلا عم حبك. بلشت. ما أنا ليش بدي عم بسأل؟ أتعرف عليك أكثر. إيه. تعرفتي بس بس عادي كنت قبل ما احكي ما تنحكي سوا. هلا لا هلا حبيت الشخص اللي فيك. في فرق. يا حدا تاني بليز. يا اوكي سبت حدا ما بده. بدك تقول ايه مزبوط. بدك تقول لك كل واحد ايه. لا ايه. لا يلا 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 على السريع بس عم بدي امرق الكل. سكينة. لا دينا. لا و ما تجاوبوا بس خلي يقول. شانتال. مرتضى. علي. سكينة. لا سهيلة. لا إيهاب. لا عباس. سعد. أنيس. مابيل. رافائيل. عباس. لا حنان. لا فاتن. ومروان. لا طب انا الوحيده اللي قلت لا لانه انا عريس. انا اكتشفت في وقت معين لانه انا اول اكسبتنس كنت بحسها ما بتطيقني اصلا. ليه انا كنت ما بطيق يعني. انا قلت له اعترفت. ما هن قالوا لك هلا قالوا لك انه انت اول 3 ايام اول 3 ايام كنت غير شخص. انا قلت له اني كنت ما بحبه بس هلا كثير بحبه. بس قدامه قال لي مين متقرب لي. قلت له هذا منه متقرب لي. صار لنا يومين هو قال بلسانه انه لسه بلش يعرفني انا مين وانا يا حبيبتي. انا قلنا مش يعني مش وريت المشاكل طب كيف. مش معناه ما تحبنيش يعني ما تحبنيش يعني ما تكرهني. ممكن ما مانيش قريب منك يعني. ايه عادي احساسك عادي. لا العادي يعني لا ايه ولا
العادي مش يعني لا لا انا يعني لا يعني عادي ما في لا عن جد ما بحس حدا يكرهني هون لانه ايه ما بوصل حالي عشان يكرهني لا يعني يعني مش لا يعني الكلمه اللي هلا انت أوكي. عملتها ايه سكينة حب عادي عادي ايه عادي يعني في فرق بين عادي يعني هيدا اللي بتوصل معه يعني عادي يعني اذا حدا كان عادي مشان ما بيحبك بس انت نسيم لازم تعمل جهد تا كمان تتقرب من الناس تا هو عمل مدام